السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نخدمو تمرين الثالث المقترح بالنسبة لعام أو لسنة 2020 في الرياضيات لي فونكسيون. دونك عندنا في هذا التمرين قالك بارتي أن غيكون على شكل بروبليم بارتي أن بارتي دو، قالك سوا لا فونكسيون ديفينيسيون 0 بلس لانفيني، ديما نشوف 0 بلس لانفيني نعرف بينا غيتبعني ln دو x. عندنا جي دو x كتساوي x ناقص 1 ناقص ln دو x. دونك السؤال الاول هو كالكولي جي بريم دو x بور تو x ابارتيان ا 0 بلس، بوي مونتري كو جي اي ديكروسونت سور لانترفال 0 1 اي كروسونت سور لانترفال 1 0. يعني خصنا نبينو بدائيا الكالكول دي جي بريم دو اكس. حنا كنعرفو جي بريم باش نديرو شي كالكول كيخصنا الدالة اللي عندنا نقطعوها هي النيس نديروها بالاقواس ونديروها على الاشتقاق. دونك كيف كنشوفو عندنا مركب عدة دوال، يعني على الاقل كاين جوج دوال، واحدة وهاد التانية. دونك في الاشتقاق غنعزلو كل وحدة بوحدة. دونك عندنا اكس ناقص واحد بريم ناقص ln دو x بريم. دونك عندنا x مشتقة ديما هي واحد، منين جبنا عندنا x أس n إلا شقيناها كناخدو n x n موان زان، كنهبطو بالأس ونقصو الأس مرة وحدة. دونك إلا هبطنا بالأس من واحد يكون هو واحد، و إلا نقصنا من x من الأس ديالها واحد واحد غتولي هي x أس زيرو، x أس زيرو هي واحد، واحد في واحد هي واحد. دونك اكس اس واحد الاشتقاق ديالها خدها هي اكس. دونك الالين كيف كيعرف الجميع دابا هي الين دي اكس الى درنا لها بريم كتساوي لنا واحد على اكس. منين جبنا واحد على اكس؟ يعني قاعدة الالين الى كانت في وسط شي دالة مثلا او دي اكس وبغينا نشتقوها كناخدو الاشتقاق ديال ديك الدالة وكنقسموها على نفسها. دونك الى خدينا اكس بريم على اكس فاكس بريم هي واحد على اكس غتجينا واحد على اكس. دونك كقاعدة هادي تحفظ. دونك الواحد هنا الاشتقاق ديالو هو صفر، دونك بقات لنا واحد في المجموع، وهنا ناقص الين المشتقة هي ناقص واحد على اكس. دونك الى ضربت لها واحد تحيد المقامات غادي نضرب هنا في اكس ناقص واحد. علاش؟ لان هذا ما عندوش المقام، عنده واحد ويعطيتو المقام اكس، دونك غنضرب حتى الفوق في اكس غتجيني اكس ناقص واحد. دونك هذه هي اف بريم دو اكس ديالي كيلكو سوا اكس ابارتيان ا زيرو بلس لانفيني. دونك نحاول نلاحظ السؤال بانه مقسوم على جوج، فيقول لك اي مونتري كو جي دي كرواسونت سور زيرو بلس لانفيني. هادشي منين كنجيبو كرواسونت فواحد الجهة هادي كرواسونت فواحد الجهة من الايتيد دو سين. شكون هو الايتيد دو سين اللي غادي ندير هنايا؟ هو ان عندي مهما يكون السؤال ديالي مهما يكون اكس ابارتيان ا زيرو بلس لانفيني، ما معنى انه كينتمي لصفر بلس لانفيني؟ يعني ان اكس راه كبر قطعة من الصفر، من الصفر ما داخلش للفوق، كبر قطعة من الصفر. ماذا يعني ان اكس كبر قطعة من الصفر؟ ان هذا العدد هذا عندي موجب. دونك ولكن هنا ما عرفتو واش موجب ولا سالب حيت عندي الفرق ديال العددين. دونك اش كندير؟ هذا عندي موجب ما كيغير والو، دونك كنقول ان جي بريم دو اكس تاخذ اشاره اكس ناقص واحد. دونك جي دو جي بريم دو اكس برون لو سين دو من ديال اكس موان زان. كي كنقول ديما شي حاجه كتاخذ لو سين شي حاجه كناخذ ديك الحاجه كنحلها على شكل معادلة تساوي صفر. دونك هذا كيكافئ ان اكس كيساوي واحد، ومادام لقيت الحل هو اكس كيساوي واحد صار واجب عليا ندير طابلو ديالي دو سين. دونك عندي الواحد كحل، وهنا عندي الصفر ما دخلش، هنا عندي بلس لانفيني وهنا عندي صفر في هاد النقطة هادي. دونك جي بريم دو اكس شنو لقيتها؟ هنايا الاشاره ديال ا شكون هي؟ هذا هو ا اللي هو واحد موجب. دونك
إشارات أ موجبة. دونك هنا من الحل هنايا نرجع للور من الحل، أصغر من واحد عكس إشارات أ يعني ناقص، ومن واحد الفوق إشارات أ اللي هي موجبة. دونك أنا عرفت ليتود دو سين باش نبين أنها كرواسون ولا دي كرواسون. دونك إلا كملت الطابلو دو فارياسيون ديالي شنو غادي نلقى؟ غنلقى دي كرواسون كرواسون. دونك ما عطاوناش نحسبوا لي ليميت، دونك بقات لي ندير غير جي دو ان. جي دو ان سهله، يعني انني نقبت لو جي ان ونعوضها في الاكس ديال جي بدلات جي، تجيني واحد ناقص واحد ناقص الين دو واحد. دونك الين ديال واحد كيساوي صفر، وبالتذكير الين دو او كتساوي واحد. عاود جوج قاعدات خصهم يتحفظوا. دونك الا كانت هادي صفر، واحد ناقص واحد صفر، دونك جي دو ان كتساوي صفر، ونديرها هنا. دونك هما فاش كيقولوا لي بين ان، راه قالك اي مونطري كيلي اي كيلي، يعني انت خصك تبين له بار اكري. دونك غتقول له من هنايا سيغ زيرو ما داخلش، واحد داخل لانه حل ديالها كتنعدم فيه، تقول له ان هاد جي بريم دو اكس سالبه اصغر او يساوي صفر، هذا يكافي او يستلزم ان جي اي لو دو جي اي دي كرواسونت. ونشوف كيف دايره عندي مع داكشي تلغوري في صفر واحد، مونطري كو جي اي دي كرواسونت سوغ لانترفال زيرو ان. دونك صحيح بقى يبين غير ان كرواسونت في لانترفال واحد زائد ما لا نهايه. دونك غادي نجي نقول سور واحد هو هذا البليس لانفيني، عندي جي بريم، قلنا جي بريم دو اكس كبر من او يساوي صفر، دو جي اي كرواسونت، وبالتالي كنكون بينت السؤال الاولي كامل. دونك كيبقى لي نبين السؤال الثاني، والسؤال الثاني هو عندي ان نكالكولي جي دو ان. حنايا كالكولينا هنايا، دونك ديجا مصوبه. دونك السؤال الثاني جي ان بينه كيساوي واحد، دونك هو يقول لك اي مونطري كو كيل كو سوا اكس ابارتيال صفر بلس لانفيني جي دو اكس اكبر من او يساوي صفر. جي دو اكس دابا ماشي جي بريم دو اكس. اش كتجي نتا كتقول؟ كتقول اون زيرو اللي هي هادي، لاحظ بان هاد الزيرو هادي، تقول له اي تون ماذا فالور مينيمال، لان كيهبطو تالا عندها ويطلعو، يعني سي دو اف فوقها، هنا بالنسبة للسي اف فهي فالور مينيمال، مينيمال او بالضبط سي اون فالور مينيمال ابسولو، يعني مطلقة ما كاينش معاها شي فالور واحد اخر. اي نعوض نبين ديك جي دو ان كتساوي واحد، ونقارنها مع الصفر. كيفاش عندي فالور مينيمال؟ يعني انا كتكون عندي شي فالور مينيمال كتكون اف كبر منها، دونك مقارنة مع الصفر كيدير الواحد كبر من الصفر طبعا. دو وقطعا ماشي حتى تساوي دو جي ديال اكس، كنعوض غير اكس هنا مادام ان هاد سميتو هاد الصفر كنا كتساوي صفر عفوا، وهي ملي كتساوي صفر فبالمقارنة معها راه كبر من او يساوي صفر، صفر راه كبر او مي يساوي صفر، ملي ما كبرش منه راه يساوي. دونك دو جي دو اكس كنعوض لواحد الاكس، وكنقول بانها اكبر من او يساوي صفر، وبالتالي هادشي اللي طالبين لي نبينو فين؟ في المجال صفر بليس لانفيني، يعني في المجال بليس لانفيني عندي نقطة واحدة اللي هي فالور ابسولي. دونك نشوفو السؤال ديال لابارتي دو، يعني دابا سينا هاكا لبارتي ان، كيبقى لنا لبارتي دو، نشوفوها ان شاء الله من بعد واحد الفاصل. دونك ندوزو لابارتي دو اللي فيها واحد الدالة اف دو اكس اللي معرفة على نفس المجال التعريف ديال جي، اللي هي اف دو اكس كتساوي لنا جوج اكس ناقص زائد تلاتة ناقص الين دو اكس مربع ناقص جوج ديال الين دو اكس. يعني انا في التعمير المقترحة كنحاول ديما نوع لكم لي فونكسيون. دونك ولكن هنا كيقول لي اي سي سا ريبريزونطاسيون غرافيك دون ان روبير اورتونومي اللي هو او اي جي تيل كو اي جي
كيساوي لنا 1 سنتيمتر، يعني ان هذا المعنى هو هنايا غتلقى 1 سنتيم هنا، ومن هذه المسافه لهنا عاود تلقى 1 سنتيم. دونك غنحتاجو في حساب مساحات. دونك السؤال الاول مونتري كو ليميت اف دو اكس، ها هو كيقول لك بان بين له بان الليميت ديال اف دو اكس عند الصفر بلس كيساوي موان لانفيني. دونك غادي نطبقو ليميت صفر بلس ديال اف دو اكس، كنقول ديما غنعوضو وجينا ليميت صفر بلس ديال جوج اكس زائد ثلاثة ناقص الين اكس كلها مربع ناقص جوج الين دو اكس. دونك نحاول ندير تطبيق مباشر، غادي تجينينا صفر، هادي صفر غتبقى هنا ثلاثة، الين ديال صفر بلس هو موان لانفيني، موان لانفيني مربع هانت غير هادي موان لانفيني مربع غتولي بلس لانفيني، عاود ترجع تضرب في الناقص غتولي موان لانفيني، وعندي هنايا موان لانفيني، موان لانفيني عند صفر بلس ليميت صفر بلس هو موان لانفيني، ضربها في الناقص تولي بلس لانفيني، دونك هنايا تولي عندي فورم انديتيرميني. دونك الحاجة اللي نقدر ندير هنايا مادام عطاتني لا فورم انديتيرميني نلعب غير مع هاد الجوج هادو، يعني هنا كيبقى لي فورم انديتيرميني. دونك شنو غادي ندير، هادي كتعطيني صفر وهادي ثلاثة ما كتقاسنيش حتى حاجة، دونك بلا ما ندخلهم في الحساب. دونك صفر بلس ديال جوج دو اكس بلس تروا، وهنا غادي نحاول نعمل بواحد الالين، عندي ناقص ناقص ناقص، غادي ناخد ناقص الين وحدة ديال اكس ونفتح القوس، هنا هزيت الين دو اكس بقات لي الين دو اكس وحدة اخرى، وهنا هزيت الين دو اكس بقات لي جوج، من عملت بالناقص غتولي عندي هنا زائد. دونك الين ديال اكس زائد جوج نضربها في الين، الى رجعت نشرت غادي نلقى هاد الخطوط اللي عندي هنا. دونك ها هي الى عوضت دابا كيف قلنا هنا صفر، وهنا غتولي عندي موان لانفيني، موان لانفيني ضربها في الناقص تولي بلس لانفيني، وهنا موان لانفيني بلس لانفيني عاود في موان لانفيني غتساوي موان لانفيني. دونك الاعداد ما كي ثلاثه ما كي يبدل والو في موان لانفيني. دونك نعاود الى عوضت هنايا بالالين كنعرفو بان الين ديال صفر بلس كتساوي موان لانفيني، دونك ها موان لانفيني نضربها في موان لانفيني تعطيني بلس لانفيني، نضربها في الناقص تعطيني موان لانفيني زائد ثلاثة تبقى هي موان لانفيني، دونك النتيجة اللي بغاو نبينو. دونك السؤال اللي غيجي موراه هو بوي انتربريتي جيوميتريكمون لو ريزولتا، يعني ان شاء الله دابا نديرو واحد الدرس خاص غير بلي زانتربريتاسيون جيوميتريك. دونك الانتربريتاسيون اللي ممكن عندي هنا هو كنلاحظ بان الاكس ديالي هو هذا اكس ايكال زيرو، كيعطينا لانفيني عند الليميت، كنقول اكس ايكال داك العدد اللي هنا اللي هو هنا زيرو ايتين اسامبتوت كي دايره فيرتيكال السي دو اف، وما عندناش لو فوازيناج لان الصفر ماشي فوازيناج، ها لي فوازيناج هما موان لانفيني بلس لانفيني. نشرحوا ما معنى ان اكس ايكال زيرو، يعني اكس ها هو هنايا كيساوي زيرو، هنا هو اكس ايكال زيرو هو اسامبتوت فيرتيكال. كيفاش اسامبتوت فيرتيكال؟ يعني فين كنقد ديك النقطة وندوز عليها واحد المقارب مائل عمودي، يعني ممكن تهبط مع هاد الدالة هكا، كيف ممكن تطلع معاها هكا او تجي وتهبط من هنا. دونك ديما كتكون الدالة معاه دايره واحد المقارب فيرتيكال. دونك ندوزو للسؤال جوج ا، السؤال جوج ا كيقول مونتري كو ليميت بلس لانفيني ديال الين ديال اكس مربع على اكس كتساوي لنا صفر، يعني اون بوغا بوزي شنو تي كتساوي لنا جذر اكس، يعني هما بينو لنا شنو ممكن نديرو مثلا. دونك حنا غادي نبداو بليميت بلس لانفيني ديال اش ديال اف دي اكس على اكس، ولكن ديال الين دو اكس على اكس مربع، ونحاولوا نبينو كتساوي صفر. دونك حنايا غادي نحاولوا اول حاجه شنو كندير هو نشوفوا الالين عنده شي مربع ولا شي حاجه حتى اللي من تحت منه يدخل معاه في المربع. دونك باش ندخلو في المربع صار واجب انني نكتبو على شكل مربع، يعني يجيني هو اكس مربع،
باش يجيني اكس مربع في الفوق تجيني الين ديال اكس مربع. دونك عندي واحد العدد ا مربع على بي مربع، يمكن لي نقول بانه ا على بي يدخلوا في مربع واحد، يعني اس ان كاع نقولوا اس ان يدخلوا في داك الان كاع. دونك من هنا من هنايا كيبان بان يعني واخا ما عطاوناش بان الامبوز تي ايغال جيتر اكس، حنا راه بيناها غير يبان من غير الاكس كنوضعوا تي كيساوي داك العدد اللي من غير اكس. دونك ليميت بلس لانفيني هادو غيدخلوا في مربع واحد غتولي ال ان دو اكس على جذر اكس كلشي مربع. دونك هنا الا درنا اون بوز تي ايغال اكس هذا اش كيكاف ان جذر اكس اش كيساوي، باش الا درنا تي كيتساوينا جذر اكس. باش نقولوا اكس شنو كتر جي تساوي، هانتوما لاحظ بان اكس غندير لها مربع باش تولي نضربهم بجوج بهم في المربع، يعني غتولي تي مربع كتساوي اكس لان هادي تمشي مع هادي تولي تي مربع هي كتساوي اكس. دونك ولكن خصني نشوف الليميت هنايا راه اكس طون فير بلس لانفيني، غير كيكون كنقولو كون اكس طون فير بلس لانفيني هاد الاكس هذا طون فير بلس لانفيني، هنا نعوض ديك بلس لانفيني ونشوف تي لين كيمشي. دونك اكس طون فير بلس لانفيني جدر بلس لانفيني هي بلس لانفيني، دونك حتى تي طون فير بلس لانفيني كون اكس طون فير لانفيني تي طون فير لانفيني. دابا هاد الكتابة هادي شنو غتولي، غتولي هاد الكتابة هو ليميت تي طون فير بلس لانفيني. هنا غادي ندير الين شنو كان عندي اكس، ها هو عندي اكس هو تي مربع، وشنو عندي جذر اكس حطيناه هو تي، وهادشي كله عندنا مربع. دونك حنايا هنا ميمكنناش نقولو القاعدة ديال ان زائد ما يدي الين تي على تي لان عندي هنا تي مربع. دونك حنايا كنعرفو بان الايزيو القاعدة الايزيو ديال بلس لانفيني ديال الين ديال اكس على اكس بلس لانفيني كتساوي صفر، ولكن هنا ميمكنناش نقولوها الا الا قلعنا هاد المربع. كي غنقلعو هاد المربع عندنا علاقة كتقول بان الالين ديال اكس اس ان كيساوي ان الين ديال اكس. غير تشوف الداخلاني ديال الالين واش شي حاجة يمكن داك الاس يخرج مور الالين. دونك هنا غتولي ليميت ديال تي بلس لانفيني هاد تجي لهنا غتولي جوج الين دو تي على تي كلشي مربع. دونك هنا غير هادي غير هادي ها هي ولات كطون فيغ زيرو كتساوي زيرو عند بلس لانفيني لان قاعدة ايزيال، والزيرو في الجوج زيرو اس جوج غيبقى زيرو. دونك سكيفو ديمونتري هذا هو السؤال. دونك مونتري كو ليميت اف دو اكس بلس لانفيني كيساوي بلس لانفيني. دونك بكل سهولة نبينو حتى هو ليميت ديال اش ديال بلس لانفيني. دابا نشوفو علاش هاد السؤال عطاه لنا، دونك حنا نحتاجو فشي حاجة جاية في الطريق. دونك ليميت بلس لانفيني دونك هنا غنلاحظ بأن سميتو غادي خصني نبين بأنها كتساوي بلس لانفيني، وأنا عندي الدالة ديالي هي هادي عاود ليميت بلس لانفيني ديال جوج إكس زائد تلاتة ناقص إلين دو إكس أس جوج ناقص جوج إلين دو إكس. دونك عاود تاني نشوف التعويض تعطيني زائد ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية على أساس أن إلين ديال بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني كقاعدة. دونك خاصني عاود هنا بلس لانفيني مربع هي بلس لانفيني في الناقص هي ناقص لانفيني، وهنايا عاود تاني بلس لانفيني في الناقص هي ناقص لانفيني. دونك بلس في الناقص ناقص لانفيني هنا في الناقص ناقص لانفيني وهنا عندي بلس لانفيني. دونك هنايا عاود تاني كنلاحظ بأن ما يمكن لي شيء لان عندي موال لانفيني موال لانفيني راه موال لانفيني ولكن مع بلس لانفيني فورم انديتيرميني. على هاد الشيء هما غادي يقولوا لك اون بوغا رومارخي كو كيل كو سوا ان اباسي اكبر من صفر عندنا هاد الداله هادي، يعني باش نخدموا بها هاد الداله علاش باش نبينوا ها هي الصفر ديال اللي حسبنا. دونك غادي نجي وغادي ندير تساوي ليميت بلس لانفيني وغنحط يعني بحال اللي عملوا حنايا، وكان كما عطاولناش غادي نحاولوا نعملوا باكس، ولكن باش هما يتاكدوا بان ما يوقعش الخطا كيعطيوها لكم من عندهم الين دو اكس على مربع على اكس ناقص جوج الين دو اكس على اكس. وحنا كنعرفوا هادي عند زائد ما لا نهايه صفر، هادي حسبناها صفر، وهادي عند زائد ما لا نهايه صفر لان اي عدد كونستون على زائد ما لا نهايه اي عدد عندنا كونستون على لانفيني كيساوي صفر.
وعندنا صفر 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 شنو تبقى لنا؟ جوج في هذا المجموع كله كاين عندنا جوج، دونك منين تبقى لنا جوج مضروبة في الإكس في زائد ما تبقى زائد ما عدد موجب مضروب في البليس لانفيني يبقى بليس لانفيني. دونك حنا مونطرينا السؤال ديالهم، دونك إليميت إف دو إكس على إكس خلك بين بأنها كتساوي جوج، دونك خصني نبدا بليميت بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس. دونك غير لاحظوا بأن إلا عوضت غير ليميت هاهي ندير تساوي ليميت زائد ما هي وتجيني إكس ديال هادي اللي تعمل على إكس، لأن إلا قسمت هادي كلها على إكس غتديها غير هاد إكس هادي إلا بغيت، لأن هنا الضرب ماشي بحال الجمع خص إكس تديها كل وحدة فيهم. دونك وتبقى جوج زائد ثلاثة على إكس ناقص إلين د إكس مربع على إكس ديرها مربع على هادي كاملة ناقص جوج إلين د إكس على إكس. دونك عاود تمشي لي الإكس مع الإكس شنو بقات لنا هنايا في التعويض الآخر؟ هانتوما صفر 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 بقات لنا جوج، دونك غنقول كتساوي جوج سكيفو ديمونطري في السؤال. دونك غادي يقول لك سي اون ديدوير كو لا كور سي ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ديكواسيون جوج اكس. سؤال اون ديدوير كو لا كور سي ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لا دروات ايغريك ايغال جوج. حنايا كان غادي نقولوا بحال نعلم ان قلنا ليميت دو بلوس لانفيني ديال اف دي اكس كيعطيني عدد اكس كيعطيني جوج، هاد العدد يخالف صفر، دونك الا كان كيخالف صفر كيخصني نقصهم من ليميت. دابا نشوفوهم في الدرس ديال البرونش انفيني كيفاش كيكونوا مختلف النتائج ديال اف دو اكس على اكس. دونك غادي نقول ملي كيخالف جوج يعني هذا هو واحد العدد ا يخالف جوج يخالف صفر، غندير اف دو اكس موراه كيكون كيعطيني عدد يخالف صفر كنقص منه داك العدد نضرب في اكس، دونك غنقصو منه وغنحسب ليميت بلوس لانفيني. دونك غادي نقص جوج اكس، منين غادي نقص جوج اكس؟ غنقصها من هذه حسن ماشي من هذه، لان لاحظتي الا نقصتها من هنا غتمشي منها جوج اكس. دونك الا درت اف دو اكس ونقصت منها جوج اكس غتبقى لي شنو؟ ثلاثة ناقص الين ديال اكس كل مربع ناقص جوج الين دو اكس. دونك عند زائد ما لا نهايه شنو تبقى؟ ناقص هنا زائد ما لا نهايه وهنا زائد ما لا نهايه مع الناقص تولي ناقص ما لا نهايه مع الناقص تولي ناقص ما لا نهايه، وديك الاكس اللي ما بقاتليش هنا تهنيت منها ما صنيتش فورم انديتيرميني، دونك النتيجه هي ناقص ما لا نهايه. دونك نتمنى يكون الشرح واضح. دونك من هنا عطاتني ناقص ما لا نهايه، هاد النتيجه اللي كتكون هنا كيف قلت لكم عندها جوج النتائج، الا عطاتني لانفيني كنقول عن ادمين برونش بارابوليك، والا عطاتني واحد العدد واحد اخر الفرق ماشي ديال هادي ديال هادي عفوا ديال هاد النتيجه هادي عطاتني سميتو الا عطاتني لانفيني كنقول برونش بارابوليك، والا عطاتني واحد العدد بي كنقول بانها اسامبتوت اوبليك. حنا كنشوفو بان عطاتنا لانفيني دونك غنقول سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك او فوازيناج ديالاش فوازيناج عندي هو بلوس لانفيني. نكمل السؤال نقول بانه دو ديريكسيون لا دغوات دلتا اللي عندها إيكغيك كتساوي جوج إكس، أو نجي نقول إيكغيك كتساوي إكس إت أون برونش بارابوليك أسي دي إف أو فوازيناج دو بليس لانفيني. دونك نشوفو السؤال دي اللي ما شافهاش هاهي هادي، نشوفو السؤال دي montrer que la droite delta et la courbe C se coupent en deux points en déterminant leurs coordonnées. يعني غادي نبينو بان دلتا كيقطع هادو هاد الدلتا و سي كيتقطعوا في جوج النقاط ونبينو الاحداثيات ديالهم. كيف كنقولوا ديما باش نبينو تقاطع جوج النقاط كنديروا الفرق ديالهم يساوي صفر. دونك غادي ندير اف دو اكس غنبدا بالمعادله اف دو اكس ناقص ايغريك ايكال 0
بحيث ان هذه y كتمثل دلتا وسميتو f دو x كتمثل c دو f. دونك التقاطع بيناتهم هو الفرق ديالهم. دونك غادي ندوز غندير تو كافي وغنشوف شكون هو y. عطاوه لنا y, عطاوه لنا قلنا هو جوج x. ها هو راه باين. دونك جوج x. دونك f دو x كيقولنا ناقص جوج e دو x ناقص y غتبقى لنا ثلاثة ناقص هذا العدد. دونك غتساوي لنا ان تكافئ لنا ان ثلاثة ناقص ln دو x مربع ناقص جوج ln دو x تساوي صفر. وإلا لاحظت هنا نحاول غير لاحظ شوية ان هذه راه الى درت اون بوز مثلا ln ديال x تساوي مثلا t كبيرة ليكواسيون ما عنديش طريقه باش نصوبها من غير الدلتا لان غنعوض t كبيرة هنا تجيني بحال t مربع. ليكواسيون دوفيان اش كترجع ليكواسيون كترجع 3 ناقص t مربع ناقص 2 t كتساوي صفر. دونك الى عملنا غير الى مشي الى خلي سوا خلينا هكا سوا عملنا بنا x ناقص تبان لنا انها بولينوم دو دوزيام دوغري. دونك منين خرجت لنا هكا غادي نحسبوا دلتا. دونك دلتا كيساوي لنا ب مربع ناقص 4 اس. شكون هي ب مربع؟ ب مربع هي كتكون لاصقه مع تي. دونك هي ناقص 2 مربع ناقص 4 في ا. شكون هي ا اللي كتكون لاصقه مع تي مربع اللي هي ناقص 1 في سي اللي هي 3. دونك نحسب غادي نقول ناقص 2 مربع هي 4 وهنا ناقص في الناقص تولي زائد 4 في 3 12 زائد 4 16. دونك اكبر من الصفر. غادي نقول بان المعادله تقبل حلين تي 1 و تي 2 يعني دابا كنخدم بالتي ماشي باكس. دونك تي 1 يساوي لنا ناقص بي موان جي در دلتا على 2 ان. دونك اللي ما فهمش مزيان غادي نوضحوا له شكون هما ا اي بي اي سي. دونك ا هي ناقص 1 بي هي ناقص 2 و سي هي 3. دونك ناقص ب يعني ناقص 2 في ناقص تعطينا 2 ناقص جذر دلتا هي جذر 16 هي 4 و 2 مضروبه في ا هي ناقص 2. دونك غادي ناقص 2 على ناقص 2 غتعطيني 1 الحل الاولي. الاخر بي 2 كيساوي لنا ناقص ب زائد راسين دلتا على 2 ا يساوي لنا 2 زائد 4 على ناقص 2 يعني هي 6 على ناقص 2 هي ناقص 3. من هنا بانت لي شكون هي تي. احنا كنعرفو ها نتوما عندنا تي 1 كيساوي لنا ln ديال اكس غادي يساوي لنا 1 وهذا يكافئ. و تي 2 عندنا هي ln دي اكس لان اون بوز تي ايغال ln غتساوي لنا ناقص 3. هذا يكافئ اننا نسالي هذا الشيء نسالي هادو غتبقى التكافؤ هنا. ندخل الاكسبونونسيال تبقى لي هنا اكس وندخل هنا الاكسبونونسيال تبقى لي هنا اكس. دونك دخلت الاكسبونونسيال هنا ندخلو حتى هنا او دو 1 دخلت الاكسبونونسيال هنا ندخلو حتى هنا تبقى لي او دو ناقص 3. دونك التقاطع ديالهم ديال اف دو اكس كيف قلنا مع ناقص اي كيساوي صفر. ولكن غير ان فوا كنلقى نقط ديال الافاصيل كنعوضهم في النقط ديال الاراتيب كنحسب النقط الاراتيب كي كنحسب النقط الاراتيب كنعوض في y. شكون كانت عندي y يعني شوف بالنسبه لهذا شكون هو y ديالو. y عندنا هي 2 x يعني هي 2 e معطينها لنا y. شكون هي عندي هنا y هي 2 e دو ناقص 3. دونك النقط تقاطع دونك les deux points d'intersection sont نسميو الاولى intersection 1 نعطيوها هي e de 1 juge e et الثانيه هي e de نسميوها e de moins 3 ou juge e de moins 3. دونك هادا هما النقاط ديال التقاطع دونك نحتفظو بهم. دونك ندوزو لسؤال واحد اخر
اللي هو 3 أ، ولكن إن شاء الله من بعد واحد الفاصل. دونك السؤال 3 كيقول لك بيتي أ مونتري كو كيل كو سوا إكس أبارتيان أ زيرو بليس لانفيني، إف بريم دو إكس كتساوينا جوج جي على إ دو إكس، على إكس. حنا نطلقو من إف بريم دو إكس، دونك إف بريم دو إكس شكون هي عندي؟ هي جوج إكس زائد 3 ناقص إلين دو إكس أو كاغي ناقص جوج إلين دو إكس، هادشي كلو غنديرلو بريم مركب دوال. دونك الإشتقاق ديال جوج إكس هو جوج، الإشتقاق صفر ديال 3 هو صفر، ناقص ناقص جوج في واحد على إكس الإشتقاق ديال إلين دو إكس، هادي كتسمى إلين دو إكس من الدرجة الثانية، يعني فونكسيون من الدرجة الثانية، يعني غنخدم عليها العلاقة ديالاش ديال إف، نخدمها هنا ديال إف أس إن بريم، تعطيني إن إف بريم إف إن موان زان، هادي هي العلاقة. دونك إلا قبضتها بوحدة هنايا خدمت بها هي الإلين ديالاش ديال إكس مربع، ندير لها الإشتقاق تعطيني جوج، و إلين ديال إكس مشتقة في إلين ديال إكس عامل جوج ناقص واحد. دونك هي جوج إلين إكس مشتقة قلنا هي واحد على إكس، وهذه غادي تجينا جوج ناقص واحد هي واحد، دونك شنو غتبقى لنا هنا؟ إلين دو إكس. دونك شنو غتولي لي هنايا؟ ناقص جوج على إكس إلين دو إكس هي النتيجة. دونك نكمل نعمل بالجوج، علاش غنعمل بالجوج؟ راها باينة، حتى إلا ما بايناش ها هي راه طالبين لي هما هنايا تعطينا جوج جي دو إكس على إكس. دونك نعمل بالجوج، وهنايا غنحد المقامات. الا عملت بالجوج شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي ناقص، نحاول باش نرتبها نيشان مع جي دو اكس، الان دو اكس كتبقى هي الاخريه. دونك غادي ناخذ هنا تبقى واحد، وهنا ناقص اش غنقولوا؟ واحد على اكس اللي هي الين دو اكس على اكس، وهنا غتبقى واحد على اكس. دونك الى وحدنا المقامات فيهم كاملين غتبقى جوج، وتبقى لنا هنايا نعطيو مقام واحد اللي هو اكس، وتبقى لنا واحد هنايا ما عندهاش المقام، غادي نضربها في اكس ناقص الين ديال اكس ناقص واحد. دونك شكون عندي الاكس ناقص واحد ناقص الين دو اكس؟ هي جي دو اكس، يعني تبقى جوج الفوق جي دو اكس والتحت اكس. دونك سكيفو ديمونتري. دونك ندوزو للسؤال بي، هو اون ديدوير كو اف اي كرواسونت سور لانترفال 0 بلس لانفيني. اون ديدوير كو اف اي كرواسونت سور لانترفال 0 بلس لانفيني. دونك حنايا عندنا مهما يكون اكس ابارتيان ا 0 بلس لانفيني، كيفاش كيكون عندنا اكس كبر قطعه من الصفر في هذا المجال؟ دونك يعني ان هذه موجبه، هذه بلس، والجوج راها موجبه، دونك كتبقى لنا الاشارات جي دو اكس. دونك هنا كنقولوا دو اف بريم ديال اكس اللي عندي هنا برون لو سين دو جي دو اكس. دونك نرجع لاول خدمه كنت كنخدم، وشنو لقيت لو سين ديال جي دو اكس؟ هادي عفوا كانت عندي في الاول جي دو اكس، شنو كانت عندي جي دو اكس؟ عندي اكبر من الصفر. راه عقلتي في واحد السؤال، ها هي، ها هو قال لك بين ان جي دو اكس كتساوي كتكون كبر من الصفر في المجال كله. دونك اف بريم برون لو سين ديال جي دو اكس، هذا يعني دونك اف اي كرواسونت سير 0 plus l'infini. Donc elle est croissante sur 0 plus l'infini. Donc c'est à interpréter géométriquement le résultat f dial smith ou f prime de 1 égale à 0. Yani indi c'est f prime dial 0 égale dial 1 dial 1 égale à 0. Donc il a accepté là les interprétations les atteignant في الكور ديال لي زانتربريتاسيون حنا درناهم كيفاش كنحسبوا لا ديريفابيليتي
وكنعطيو لها زانتربريتاسيون. شكون هي هاد اف بريم ديال واحد؟ هي الديريفابيلتي، هي ليميت ديال اش، ديال اكس تونفير ان، ديال اش، ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو على اكس موان على اف دو ان على اكس موان زان، خرجتنا كتساوي صفر. هاهي دونك شكون غيتذكر هاد لانتربريتاسيون؟ اذا ملي كتعطيني من الجهة ديال الواحد كنقولو سي دو اف ادمي اون طونجونت هوريزونتال او بوان، الاولى هي واحد والثانية هي اف دو واحد. عطاونا دونك نحسبو اف دو ان ولا لا؟ دونك اف دو ان هي اف دو ان، وندير اسافوار اف ديال ان شكون هي، نحسبها هي جوج في واحد جوج زائد ثلاثة هي خمسة، خمسة هنا صفر وهنا صفر دونك هي سانك. هادي هي اف دو ان جو بونس، اف دو ان الى عودت هنا بواحد الين واحد صفر الين واحد صفر، دونك ثلاثة زائد خمسة دونك اللي هي تكافئ ان البوان دو لا طونجونت هي واحد خمسة. دونك ندوزو مباشرة للسؤال اللي موراه، هو مونطخي كو اف سكوند دو اكس كتساوي لنا زائد كتساوي لنا جوج الين دو اكس على اكس مربع. دونك غادي نمشيو ونخدمو، عندنا اف سكوند دو اكس كتساوي اف بريم الاولى د اكس مشتقة من واحدة اخرى. دونك الا عوضت شكانت عندي اف، شنو لقيت اف بريم دو اكس؟ لقيتها الى عقلتي وهي جوج جي د اكس على اكس، نعوضها بجوج جي ديال اكس على اكس تبقى لي مشتقة، عوضت غير اف بريم دو اكس. دونك نخدمو اين قاعدة غنخدموها؟ نخدمو القاعدة ديال اف على جي بريم اللي كتعطيني اف بريم جي موان اف في جي بريم على جي او كاري. دونك الى طبقتها هنا نخرج جوج ديال الكونستانت، تخرج شنو غتبقى؟ جي دو اكس مضروبة في اكس ناقص جي دو اكس مضروبة في اكس بريم، يعني كناخد المرة الاولى بريم جي بريم هادي بريم، والمرة الثانية كناخد الاكس ونقسم على الاكس ونعطيه الكاري كقاعدة. دونك غادي يبقى جوج، دونك جي بريم دو اكس دابا يبقى لي نعوض. دونك الا بغيت دابا ندير جي بريم دو اكس شكون هي؟ لقيت جي بريم. دونك غنرجع للسؤال ديال الاولي الى عقلتيو، تمرين طويل وانما فيه بزاف الفوائد، هو هذا. دونك شغال نلقى بينا لقيت جي بريم دو اكس لقيتها هي اكس ناقص واحد على اكس، وغادي نقول هي اكس ناقص واحد على اكس فوا اكس ناقص نكمل هنا وجد اكس شكون هي؟ هي اكس ناقص واحد ناقص الين دو اكس على غنضربها، ماشي على غنضربها في اكس بريم اللي هي واحد، وهادشي كله غنقسمو على اكس مربع. دونك كندير تساوي جوج، غنخلي اكس او كاري لتحت. دونك لاحظوا بان هادي مشات مع هادي، شنو بقى لي هنا الفوق؟ اكس موان زان ناقص هاد العدد كله اللي نضرب في واحد كيبقى هذاك الناقص قبل غيتغيروا الاشارات، غتقول لنا ناقص اكس زائد واحد زائد الين ديال اكس. دونك لاحظ بان ناقص اكس مشات مع اكس، ناقص واحد مشات مع واحد، شنو غتبقى لنا هنا؟ جوج، وهنا الين ديال اكس على اكس او كاري. دونك واش هذا هو المطلوب اللي كان عندي؟ نعم هو المطلوب. دونك شنو غادي نقول؟ سكيفو ديمونتري. دونك هاني بينتها اون ديدوير كو لو بوين اي واحد خمسة قال لك اي لو سول بوين دانفليكسيون دو لا كورف سي، لو سول بوين دو لا كورف سي شكون هي؟ هي واحد خمسة، يعني خصني الاوف سول هو واحد، خصني الاوف سول هو واحد، وخصني الارتوب لي ايكغيك هو خمسة. دونك باش غادي نبين بانني كنقب ديك اف بريم ديال اكس كنحلها كتساوي صفر باش كنجبد النقط ديال الانعطاف. دونك شنو غادي نلاحظ؟ بان اف بريم دو اكس شكون هي؟ عندي جوج الين ديال اكس على اكس كتساوي صفر.
دونك هذا موجب مهما يكون ينتمي الى صفر بلس لانفيني، الجوج موجبه. دونك هنا شنو بقى لي؟ بقى لي ln دو اكس كتساوي صفر، هذا الشيء اللي كيحدد لي الاشاره ديال اف سكوند ديال زيرو. دونك هذا يكافئ شنو؟ ان اكس ايكال اكسبونسيال زيرو. شكون هو الاكسبونسيال زيرو؟ هو واحد، اي عدد اش صفر كيساوي واحد. دونك لاحظت ان اكس بان، شنو قلنا باش يبان؟ هو النقطه لا لا وحده، لان هو الحل ديال عطاني نقطه واحده دي اكس، يعني اوفصول واحد اللي هو واحد، بقى لي غير الاكريك. فين نجبد الاكريك؟ بالتعويض ديالو فين؟ في اف ديال اكس. دونك شكون هي النقطه؟ باش قال لك شنو هو السؤال باش نعرفوا الى سول بوين ديال لانفليكسيون، باش نقرر بان بوين دانفليكسيون هادي كيخصني ندير واحد الطابلو هكا في اكس، وندير هنا اف سكوند دو اكس ياك، وغناخذ هاد النقطه واحد نديرها هنا، وهنا عندي خلاص صفر، وهنا عندي بلس لانفيني. دونك قبل واحد عكس اشارات اكس، والاكس هنا موجب، وهنا الاشاره ديال اكس اللي هي موجبه. دونك شنو كنقول هنا؟ كنقول اف بريم او اف سكوند دو اكس شون سانول كتنعدم في واحد سانول اي او تي اي شونج ديالاش دو سين، تغير الاشاره اون اكس زيرو ايغال ان، بويسكو ان سانول اي شونج دو سين، يعني راه كتكون نقطة انعطاف. دو اف ادمي اون لا ان بوان d'inflexion. Je connais le point d'inflexion, dire à savoir ou la point d'inflexion, dire tel que, ratsbna un point d'inflexion, mais dire tel que d'abord, dire un point d'inflexion, nous sommes ouais, nous étroit. Maintenant, et ben, mise en forme, il a quand forme. Donc étroit, l'île au sol d'elle, un ou l'ortho d'elle, quand on voit, on a f de 1. وتجي وتقول له وتجي دير هكا سلاش وتحسب له شنو هي اف دو ان، و اف دو ان حنايا راه بينا حسبنا اف دو ان شكون هي، قلنا حسبنا قبيلات هي خمسة. دونك يعني النقطة في هاد الحساب هي واحد خمسة، دونك النقطة هي واحد خمسة. دونك سي لو بوان لو سول بوان دانفليكسيون، يعني راه وحدة اللي كاينة. دونك غادي نمشيو نشوفو السؤال خمسة. دونك انا حاولت انني نصوب لكم الشكل فرقه بوحدو، علاش؟ لان الشكل شي شويه كياخد الوقت، ودرتو فرقه بوحدو باش انني نشرح بالضبط شنو كاين. دونك هو الشكل الاول كي خصنا نرسموه بالعبار، والعبار هو اللي كيزيد يقصح الشكل في الخدمه ديالو. دونك حاولت انني نحط لكم جدول التغيرات، خا ما طلبوهناش في التمرين، مادام ان اف بريم كتاخد اشارات ديال جي دو اكس، وجي دو اكس لقيناها موجبه كلها وكتنعدم في الواحد، دونك هي موجبه كامله وطرا. دونك راه حنا بينا في الحساب بان ليميت موال لانفيني ديال صفر بلس كيساوي موال لانفيني، وليميت ديال صفر ديال زائد ما هي كيساوي لنا زائد ما هي. النقطه ديال اف هي ديال خمسة، دونك الشكل صحيح. دونك حضرت لي دو بوان دانترسيكسيون اللي هما اي واحد و اي جوج، وحضرت لو بوان دانترسيك دانفليكسيون اي 3، وحضرت سميتو دلتا اللي هو ايغريك ايغال جوج اكس باش نرسموه. دونك اول باش كنرسم ايغريك كيساوي جوج اكس، كناخذ الاكس كنعطيها قيم، ما نعطيهاش غير سميتو، شكون ما نعطيهاش؟ ما نعطيهاش الصفر، علاش؟ لان الصفر نابارتيان با ا زيرو بلس لانفين، يعني ما غاديش تقيسو. دونك غادي ناخذ واحد جوج، غناخذ واحد وجوج وندير النقطة الأولى، وناخذ جوج وربعة، ها جوج وربعة، وندير النقطة الثانية، وناخذ واحد المسطرة ونتراسي الشكل. دونك الشكل إيكغيك كيساوي اللي هو دلتا، أنا تهنيت منو. شنو بقى لي ما ندير؟ بقى لي نرسم النقاط لي بوان دانترسيكسيون. عندي إي واحد اللي هي أو دو ناقص ثلاثة كتجي تقريبا صفر فاصلة صفر خمسة، و جوج او دو جوج دو ناقص ثلاثة غتجي تقريبا صفر فاصلة واحد. دونك غتجي هنايا تقريبا قدام الزيرو، لاصقة هنايا ما كتقاسش معاه. دونك هي هاو فين يوصلها، هي أول نقطة ديال التقاطع. غادي نمشيو النقطة الثانية، هي سميتو هي او جوج او دو او دو جوج و جوج او، ها او هي تقريبا جوج فاصلة 72، و او دو جوج ناقص غتجينا شي خمسة فاصلة 43، هي هادي.
دونك غندير النقطه الثانيه فين يتقاطع، يعني فين كيتقاطع السي دي اف مع دلتا. دونك غنرجع للشكل ديال الجدول وغنلاحظ بان غير كيكون في صفر بلس، يعني هنا في هذه الجهه هذه صفر بلس قريب للصفر الانفاصل الى عقلتي. وكان عندنا اسامبتوت، راه عندنا لي زانتربريتاسيون ديالنا حتى هما كاينين نحضروهم. يعني عندنا في زانتربريتاسيون كيف بينا، حنا بينا في زانتربريتاسيون بان اكس ايغال 0 ايتون اسامبتوت فيرتيكال السي دي اف، يعني هي هذه. دونك ما معناه كيجي من ناقص ما يطالع، ها هو بالاحمر طالع مع لاسامبتوت فيرتيكال اللي هو اكس ايغال 0، وغيبقى يبدل الاتجاه ديالو فين في اي 3. شكون هي اي 3؟ هي البوان دانفليكسيون تخلي انه يبدل الاتجاه ديالو ويقطع المره الثانيه في النقطه اي 1. ها هي قطع في الواحد كان فوقو وعاود يقطع من الصغير اللي تحتو. شنو غادي نلقاو؟ غادي يكمل السي دي اف داير برونش بارابوليك فيغ هذا، يعني لو سول بوان دانفليكسيون هي هذه. وبالتالي كيكون هذا هو الشكل، هذا هو الشكل ديالنا. حاولوا تعاودوا عدة مرات باش تفهموه. دونك ندوزو للسؤال 6 ا، مونتري كو اش المعرفه بهذه اي تون بريميتيف دمن ديال اف اللي معرفه بالال ان دي اكس. دونك حنايا هما طالبين لك اش خصها تكون بريميتيف ديال ال ان دي اكس، هذه كلها تكون هي ديال هاد الفونكسيون هذه اللي هي ال ان دي اكس. يعني انا كيكفيني انا نبين غير الاشتقاق ديال اش كيساوي ال ان دي اكس، نقول بان اش هي فونكسيون بريميتيف ديال ال ان دو اكس. دونك غادي نشوف، نحاول نبدا باش بريم دو اكس. شكون هي عندي؟ اكس ال ان دو اكس ناقص اكس. دونك حتى هي ندير لها البريميتيف. دونك هنا قلنا اف و جي كندير اكس بريم ال ان دو اكس زائد اكس، عاود مره ثانيه ال ان دو اكس هي اللي بريم، وناقص اكس بريم اللي عندي هنا. دونك اكس بريم هي واحد، نضربها في ln دو اكس تبقى لي ln دو اكس، وهنا واحد على اكس ln دو اكس بريم هي واحد على اكس، واحد على اكس في اكس غتختزل باكس تبقى واحد، وهنا اكس بريم هي ناقص واحد، مشى لي الواحد مع الواحد شنو بقات؟ بقات ln دو اكس سكي فو دي مونتري. دونك من هنا كنقول دو اش دو اكس اي بريميتيف دو ln دو اكس. علاش غادي يعطيو لنا هذا؟ دونك غنحتاجو في السؤال يمكن اللي مورا. دونك اون ديدوير كو لانتيغرال ديال او من واحد حتى ل او دي ln دو اكس دي دي اكس كيساوي واحد، وهنا غنحتاجو. دونك باش ندير غناخدو لانتيغرال من واحد حتى ل او دي ln دو اكس دي دي اكس شنو غيساوي؟ حنا عندنا هادي البريميتيف ديالها هي اش، دونك غادي نديرها بين معقوفات البريميتيف ديالها ديال اش ونديرها من واحد حتى ل او، ونحسب شكون هي من واحد من سميتو من واحد حتى ل او. غنعوض القاعده كتقول لي نعوض عند او وننقص عند واحد. دونك اش دو او يعني غنقبض ونعوض هنا ب او، غتجيني او الين او موان او. الين او هي واحد، دونك غنكتبها او الين او موان او ونقص عند واحد، تجيني واحد الين دو واحد ناقص واحد. دونك الين او عندي هي واحد مضروبه في او هي او ناقص او هي صفر، مشات هذه ناقص هذه صفر في واحد هي صفر ناقص واحد تبقى ناقص واحد. دونك هذا مشى مع هذا بقات لي واحد، دونك سكيفو دي مونتر. دونك بالتالي كنكون بينت لانتيغرال اون يوتيليزون اون انتيغرال بار بارتي مونتري بان هادي كتساوي هادي. دونك غناخد لانتيغرال بار بارتي شكون ديال اش؟ ديال ال ان دو اكس مربع دي دي اكس. قلنا في لانتيغرال بار بارتي ديما خصني او دو اكس عندي في بريم دو اكس، او دو اكس عندي الا كان كيتعلق الامر بالاكسبونونسييل كنعطيها لهنا الفي بريم، ولا كيتعلق لي الامر بال سميتو بالالين كنعطيها لاي دو اكس. الامر هنا باش كيتعلق لي بالنسبه لهاد الداله هادي بالالين دو اكس. دونك شكون غنعطيها؟ الالين دو اكس، ولكن غنعطيه لها بالمربع ديالها
وهنايا ما عندي حتى حاجه، غناخد داك الواحد اللي مضروب في الجنب ديالها وغادي ندير واحد يكافي او بريم. منين كانت عندي هنا او خصني هنا او بريم دو اكس، ومن هنا كيخصني الداله الاصليه د واحد اللي هي اكس، ديما كونستانت الاصليه ديالها هي اكس وماشي بالضبط هي ك اكس، ولكن منين عندي الواحد الكونستانت ديالو هي واحد اكس اللي هي اكس. ولكن هنايا شكون هي الاشتقاق؟ هنا خصني الاشتقاق ديالاش ديال الين د اكس، راه حنا خدمناه ولكن لابد ما فيها باس نعاودوه. هو قلنا كنهبطو الجوج ونديرو الين بريم دو اكس ونضربوها في الين دو اكس اس جوج ناقص واحد اللي هي كذا، اللي غتجي جوج على اكس الين دو اكس. دونك هنا غادي تجي جوج على اكس الين دو اكس. دونك دابا هنايا العلاقه شكون هي باش كنخدم لانتيغراسيون بار بارتي ديالاش، ديال من واحد حتى لأ ديال الين د اكس مربع د اكس. شنو نخدمها؟ هي كناخذ بين المعقوفتين الاصليتان اللي هما او و في، يعني غتجيني اكس الين د اكس مربع من واحد حتى لأ، وكنقص لي زدت هما هادو، يعني الضرب ديالهم هو غتجي من واحد حتى لأ ديالاش ديال اكس مضروبه في جوج على اكس الين دو اكس، ندير ديد اكس. دونك اول حاجه كنلاحظ هنايا هي هادي تمشي مع هادي. دونك الا بغيت نخلي هنا، الا بغيت هنا هنايا غادي نعوض، غتجيني عند الاو ناقص عند الواحد. دونك او دو الين دو او اس جوج الين او هي نعوض بعدا هي او منخدمش اورالمون. دونك الين ديال او مربع انا خدمتها عند الاو وننقص عند من عند الواحد، غتجيني واحد الين دو واحد مربع ناقص هاد لانت الاساسيه هادي ديال هنا. الا خرجت جوج شنو تبقى لي؟ واحد او ديال الين دو اكس ديد اكس. دونك هادي كتساوي واحد، واحد مربع هي واحد نضربها في او تبقى لي هنا او، وهنا الين دو واحد كتساوي صفر، مشى كلشي للصفر. دونك مشات هادي بقات فيها كل او، وهنا ناقص جوج. هاد لانتيغرال ديال او من واحد، هاد لانتيغرال من واحد حتى لأو ديال الين او راه حنا ديجا حسبناه، يعني ما عطاوناش. ها هو اون ديفيشنو قالنا كيساوي واحد، يعني غنضرب جوج غنضربها في كلشي في واحد. دونك اش كتبقى لي؟ او دو موان دو. الى جيت نرجع للسؤال ديالي غادي نلقى هي او دو موان دو. دونك سكيفو ديمونطر. دونك قالك سوا اكس سوا اس فهاد السؤال سي، اس هو لير ديال واحد لابارتي اشاري ولا ديال دو بلون، واحد دومين دو بلون ليميتي باغ لا كورب سي، لاكس دي زابسيس اللي هو لا دغوات اكس ان و اكس دو، يعني لاكس دي زابسيس مع او اكس ومحدود من الجناب من اكس كتساوي واحد و اكس كتساوي جوج. دونك حنايا شنو خصنا نديرو؟ كيخصنا نرجعو للشكل ديالنا ونحددو هاد لاكس. دونك قالك ما بين اولا اكس ما بين سي دو اف، ما بين سي دو اف وما بين او اكس، ما قلناش دلتا، قالك ما بين او اكس، عند او اكس كتكون ايغريك كتساوي صفر. دونك شنو ما بين اكس كتساوي واحد؟ ها هي نحددوها دابا، ناخذ شكون هي اكس كتساوي واحد، هي هادي. دونك غير كيقول لي ما بين اكس كيساوي واحد كناخذها، ها هي اكس كتساوي واحد، وما بين اكس كتساوي او، ها او. دونك هي هادي، هادي هي اكس كتساوي او. دونك اذا الى جينا نشوفو لي محدوده ما بين سي دو اف، كيف كيقولو لنا ما بين سي دو اف الدومين ديال بلون ليميتي بار سي، ها هي سي هنا غنوضحها، دابا هادي هي سي ديالي، وما بين او دو اكس ها هو او دو اكس، وما بين اكس ايكال ان و اكس ايكال او. يعني شمن بارتي خصني نديرها؟ نمشي لون واحد اخر، خصني هاد لابارتي هادي هي اللي خصني نحسب. دونك كيفاش كنحسب ديما لابارتي؟ كيف كنقول انا كيفاش كنحسب ديما لابارتي؟ كنحسب لابارتي بلانتيغرال من اكس ايكال اكس الاولي، ها هو هذا الاكس الثاني، القيمه المطلقه ديال اف دو اكس ناقص ايغري في ديد اكس، وكنضرب في الواحده او
الى جيت لاحظ هنايا اف دو اكس موان اكس في هذا المجال هذا عندي y كيساوي صفر، لان التقاطع ديال جوج اف دو اكس و y هنايا كيمثلوا لنا لاكس دي زابسيس يعني هو او اكس، وعند او اكس هذا كله اي نقطه الافصول ديالها y كيساوي صفر، دونك هذه صفر، دونك بقات لي غير القيمه المطلقه ديال اف دو اكس. وكيف كنشوف ان سي دو اف فوق او دو اكس يعني هذه القيمه المطلقه موج، هذا الشيء في وسط القيمه المطلقه موجب، يعني لا داعي انني نضربه في الناقص، ما كنضربو في الناقص الا الا كان سالب، فاش كيكون سي دو اف من تحت يكون من تحت او دو اكس. دونك هذه موجبه، شنو غادي ندير؟ غادي ندير من اكس واحد اللي هو واحد حتى الاكس جوج اللي هو او، وغناخد الاف دو اكس وغادي ندير لا دي دو اكس او دو ا. دونك الا لاحظت شكون هي الاف دو اكس، الاف دو اكس ديالي هي هذه، شكون راني حسبت ديال هذا وحسبت ديال هذا، بقى لي غير ديال هذا. دونك الاف دو اكس ديالي هنا غادي ناخد بحال اللي غادي نقبط ونفرق لي زانتيغرال، غير غادي نعوضها، غادي نلقى لانتيغرال الاول عندي هو جوج اكس زائد ثلاثة، ندير لو دي دو اكس ونزيد ثلاثة، نزيد نقص عاود لانتيغرال من واحد حتى لأو ديال الين ديال اكس كلها مربع، ونقص عاود لانتيغرال من واحد حتى لأو ديال جوج الين دو اكس او جوج كيف كنقولو، نخرجها لهنا وتبقى لي ديال الين ديال اكس، وديما كندير ديد اكس ديد اكس. دونك الى لاحظنا بان هادو حسبناهم هاد الانتيغرال، علاش؟ لان قسمت الانتيغرالات يمكن لي ندخل على الاف دو اكس ندخل لي زانتيغرال، هادي نديرها في انتيغرال ونقص هادي في انتيغرال، لان لا سوم ديال لي زانتيغرال. دونك الى لاحظناها اللي بقات لنا باش نخدمو، اما هادي راه الى لاحظناها راه عطات لنا هي واحد، وهادي عطات لنا او دو موان دو، دونك هادي جوج في واحد وهنا او دو موان دو. دونك شنو كتبقى لنا؟ كيبقى لنا هذا، كيبقى لنا عفوا لانتيغرال ديال هادي. دونك غندير تساوي وغادي نعطيها داله، وحنا غادي نبينو هنايا كيفاش كنحسبو مثلا جوج اكس زائد ثلاثة. دونك جوج اكس زائد ثلاثة كيفاش كنعطيها الاصليه ديالها؟ دونك هاد جوج اكس الاولى اش كندير؟ كناخد الاكس الاس ديالو هنا هو واحد، كنزيد له واحد كيولي جوج ونقسمو على جوج، عندي هاد الاكس راه مضروب ديجا في جوج كونستونت كنخليه كنضربو فيها. دونك زائد قلت لكم اي عدد ك ديالو هي ك اكس، دونك ها العدد ك كونستون هو ثلاثة، يعني غيولي ثلاثة اكس. دونك هذا كلهم غادي نديرهم بين معقوفتين، دونك لانتيغرال من واحد حتى لأو دي اكس هو المعقوفتان ديال هادو من واحد حتى لأو. دونك جوج هنا تمشي تبقى اكس مربع زائد ثلاثة اكس، دونك اكس مربع زائد كيفما قلنا اكس مربع زائد ثلاثة اكس من واحد حتى لأو ناقص هادي قلنا او موان دو وزائد ناقص جوج مضروبة في واحد. دونك نكملو عاود نعوضو هنا بأو نقصو عند الواحد، هي او مربع زائد ثلاثة او ناقص نفتح القوس لأن عندي ناقص ونقول او مربع واحد مربع زائد ثلاثة، واحد مربع زائد ثلاثة هي أربعة، ونقص او ندخل الإشارة تولي زائد جوج ناقص جوج. دونك شحال غتمشي لي هادي مع هادي؟ شنو غتبقى لي؟ غتبقى لي او مربع ناقص هاديك، بلا ما ننسى بأن ديما كنضرب في او ا، ديما كنضرب في او ا، وعاود غادي نضرب هنا في او ا، دونك ما ننساش نضرب في او ا. دونك غتجيني او مربع ثلاثة او ناقص او هي جوج او، وناقص ربعة ناقص سميتها ناقص جوج هي ناقص ستة، دونك ناقص ربعة هادي راه حنا ضربنا عليها مع هادي، دونك غتبقى ناقص ربعة. دونك إلا رجعت للسؤال ديالي شنو نلقاهم؟ غيقول لي مونطري كو إس كتساوي أو مربع زائد جوج أو ناقص ربعة، ولكن منين جا السنتيمتر كاري؟ هو اللي قلت لكم الوحدة أو أ. الوحدة أو أ شنو هي عندي؟ واحد سنتيم في واحد سنتيم، يعني واحد سنتيم في واحد سنتيم هي واحد سنتيم كاري، دونك وبالتالي هادي هي المساحة إس ديالي اللي كنبحث عليها. دونك هكا غادي نكون ساليت التمرين، ماشي التمرين هذا راه كور هذا، دونك أطول يمكن تمرين تقدروا تكونوا غادي تشوفوه في هاد البريباراسيون كاملة، ولكن شامل تقريبا بزاف
بزاف ديال القواعد. أتمنى يكون عجبكم الشرح. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.